إسرائيل باش تكون مجبرة لتطبيق هذا القرار على الأقل جزئيا في جزء كبير منه، لأنه شفنا أنه لأول مرة أمريكا تمتسك يعني تتحفظ ما يعني ما صوتتش لا معاه ولا ضد. وشفنا المستشار الألماني عادة ما كانت ألمانيا تنصح إلى كل رغبات وإلى كل ضغوط إسرائيل، المرة هذه ألمانيا مشى المستشار عنده 3 أو 4 أيام باش يقول نتنياهو يلزم تبدوا سياستكم إذا يلزم تنقذوا الشعب هذا اللي مهدد بنجاعة إلى غير ذلك لأول مرة الألمان يعني الوضع. وحتى الحزب اللي كان مساند نتنياهو في ألمانيا توا تدنت نسبته، كان 35 فما فوق، توا تدنت نسبته ل 14% الحزب الاشتراكي الألماني، بحيث وحلفاءه وشفنا كأنه البلدان العربية اللي في وقت من الأوقات كأنه حرضت على غزة بدأت تفهم اللي بعد 6 أشهر حرب يعني وقامت عليها الرأي العام تاعها. وشفنا حتى في داخل إسرائيل ناس ضد نتنياهو وقال لك يعني ربط مصير إسرائيل بمصيره هو، بحيث مجبورة الحكومة حكومة نتنياهو أنها تنصاع إلى هذا القرار وتطبق التعليمات، يعني حتى لو كان يعني باش تلقى مخارج أخرى مع حلفائها للتقليل من حدة الهزيمة اللي منيت بها، لأنه الهزيمة العسكرية وقت اللي تمنع الخصم نتاعك أنه يحقق أهدافه، وهذا ما حصل في غزة.